السلام الله عليكم متابعي قناة كريمو تاك، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. جئتكم اليوم لكي أقدم لكم مقارنة بين هاتفي كوندور بليم الترو وستار لايت ستار ميكس، يعني من هو الهاتف الأفضل ومن يستحق الشراء في الأخير. المهم قبل بداية هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس، هذا أمر مهم جدا، ودعمنا بلايك لهذا الفيديو. أتمنى هذا الفيديو من صميم القلب أن يصل إلى 50 لايك وانكم استفدتم منه. المهم مباشرة فلنبدأ بكوندور بليم الطروة، تأتي شاشة ب 5.7 انش، وستار لايت ستار ميكس تأتي الشاشة ب 5.99 انش، وكما تلاحظون ومصنعية الشاشة اي بي اس في كوندور بليم الطروة اي بي اس ال سي دي، ومصنعية الشاشة في ستار لايت ميكس تأتي ب اي بي اس ال سي دي. المهم نذهب الى ابعاد الشاشة في هاتف كوندور بليم الطروة، تأتي ب 18x9 وستار لايت ميكس تأتي ب 18x9. دقة الشاشة في كوندور بليم الطروة تأتي ب بليس اتش دي، ودقة الشاشة في ستار لايت ميكس تأتي بليس اف اتش دي. المهم نذهب الى المعالج، ففي هاتف المعالج خاص بكوندور الطروة غير معروف، نذهب الى ستار لايت ميكس هيليو بي 23. تردد المعالج في هاتف كوندور بليم الطروة غير يعني تردد المعالج في كوندور بليم الطروة 1 جيجا هرتز. نذهب الى تردد المعالج في ستار ميكس بهيليو بي 23، فتردد المعالج في ستار لايت ياتينا ب 2.0 جيجا هرتز. المهم نذهب الى الذاكره العشوائيه 3 جيجا بايت لهاتف كوندور بليم الطروة و 4 جيجا بايت في هاتف ستار لايت ميكس. الذاكره الداخليه تاتينا ب 32 جيجا بايت في كوندور بليم الطروة، والذاكره الداخليه لهاتف ستار لايت ميكس 46 جيجا بايت، قابلة التمديد الذاكرة الداخلية في هاتف كوندور بليم الطروة، نعم، لغاية 32 جيجا بايت. وفي ستار لايت ميكس تأتينا ب نعم تأتي لغاية 256 جيجا بايت. المهم نذهب إلى الكاميرا الأمامية ب 8 ميجا بيكسل لهاتف كوندور بليم الطروة، و 8 ميجا بيكسل في نفس الوقت لهاتف ستار لايت ميكس. نذهب إلى الكاميرا الخلفية ب 13 بليس 2 ميجا بيكسل في هاتف كوندور بليم الطروة، ونذهب الى كوندور ستار لايت ميكس 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 8.2.0 اف ل 2.0. المهم نذهب الى البطارية لهاتف كوندور بليم الطروة ب 3500 ملي امبير، والبطارية الخاصة بستار لايت ميكس 3500 ملي امبير، يعني كل المواصفات تقريبا تشبهها. المهم نذهب الى كوندور بليم الطروة، يدعم الشحن السريع؟ لا يدعم للاسف. فستار لايت ميكس يدعم الشحن السريع. دعم الشحن اللاسلكي لهاتف كوندور بليم الطروة لا يدعم، ستار ميكس نعم يدعم. دعم مسح البصمات كوندور بليم الطروة يدعم، وستار ميكس نعم يدعم. دعم الجيل الرابع في كلا الهاتفين يدعمان. دعم الشريحتين كلا الهاتفين يدعمان. دعم منفذ الشحن ميكرو USB لكوندور بليم الطروة، و USB تايب سي لهاتف ستار لايت ميكس. دعم منفذ السماعات مليمتر، السماعات 3.5 مليمتر، نعم هاتف بليم الطروة يدعم وستار ميكس لا يدعم. دعم فيس اي دي لبليم الطروة كوندور لا يدعم، او غير معروف نقول، ولكن ستار ميكس نعم يدعم. المهم نذهب الى نظام التشغيل في هاتف اندرويد بليم الطروة، اندرويد اوريو 8.1 وستار ميكس اندرويد نوغا 7.1. المهم نذهب مباشرة إلى سعري هذه الهواتف أو هذين الهاتفين. فكوندور بليم الطروة في الجزائر ب 28150 ألف، يعني 28150 ألف
كيما نقولوا 2,850,000 كيما نروحوا لهاتف ستار لايت ميكس ب 28,180,000 يعني 2,880,000 يعني كيما نقولوا ستار لايت ميكس زايد على كوندور بليم ال 3 ب 20,000 50 60 70 80 زايد ب 30,000 المهم خاوتي كيما شفنا في الاخير وما عندي ما اقول لكم مع كل هذه المواصفات كيما رايتم وفي الاخير اقول لكم الهاتف الافضل هو ستار لايت ستار ميكس يعني وهذه الحقيقه والذي يستحق الشراء ايضا ستار لايت ميكس يعني المواصفات الخاصه به قويه قويه جدا على منافسه كوندور بليم الطروة المهم كانت هذه الحلقه اتمنى من صميم القلب ان الحلقه قد استفدتم منها يعني هذه ليست اعلان لاي شركة فقط فيديو اردت افادتكم به من هنا اكون قد وصلت الى نهايه هذا الفيديو دمتم في رعايه الله وحفظه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته